في اقاويل بتقول ان يعتبر يعني المباراة. وهل انت مع هذه الاقاويل ولا ضدها؟ بص انا ما كنتش اتمنى ان انا اطلع اقول ان انا الاقاويل يعني دي بس عشان نوضح انه ناس كتير بتتكلم ان النهارده اخر مباراه لكابتن معين الشعباني. انا ما كنتش اتمنى ان انا اطلع اقول كده وكمان خصوصا على معين الشعباني لان معين الشعباني من المديرين الفنيين المميزين جدا اللي جم دي فني متمرس وحصل على بطوله افريقيا كان بيدرب فرقه كبيره جدا زي الترجي جه الدوري المصري سي في محترم يعني بصراحه هو اتظلم في الفتره اللي هو جه فيها ولكن برضو التوفيق مهم جدا للمدرب وإن غاب عنك التوفيق هيبقى عندك مشاكل كبيرة جدا وانت بتتكلم على النادي المصري النهاردة أكتر من 20 مباراة و20 نقطة ده لا يليق باسم النادي المصري وكمان في الصراع اللي موجود عايز أقولك إن النادي المصري يعني كان له هيبة أكتر من 3 أو 4 مواسم سابقة بتشارك في الكونفدرالية بتحاول تنافس في الجدول المربع الذهبي فانا شايف ان الهبه دي بدات تهتز شويه بس مش من يعني المدير الفني انا لسه عايز اتكلم انا بص يا جيمي مش بالمدير الفني باقدام لعيبته يعني باقدام اللعيبه اللي موجوده انا لسه بشكر في المدرب بس برضه عشان نكون منصفين برضه كابتن عمرو الاجواء اللي هو شغال فيها بالظبط هو ده المستحقات الماليه انا ما عنديش مشكله انا مشاكل كتيره اللي موجوده يعني قصدي لو وفرت دي عمرو مع معين الشعباني اكيد اعتقد يعني قصدي اللي احنا بنتكلم عليه ايه معين الشعباني كمدير فني مش هقولك مفيش خلاف عليه بس بالتاكيد هو مدير فني مميز جدا الاجواء يعني اللي هو شغال فيها مش وفر الاجواء له بقى اللي هي بتنجح مش هتنجح المدرب وكمان غير ان هو مش هتنجح المدرب المدرب غايب عنه التوفيق بقاله فتره أيوه. يعني من بعد ما خرج من الكونفدراليه وعنده مشاكل كبيره جدا يا جيمي يعني الامور يعني سادس مباراه النهارده بلا يعني مفيش مكسب والامور بتتصعب والنهارده انت كنت بتنظر للنادي المصري ان هو في المربع الذهبي كل اللعيبه كل الفرق اللي كانت 14 كل الفرق اللي كانت بتلعب النادي المصري قبل يعني قبل الست او سبع مباريات اللي فاتت النادي المصري كسب مازيمبي في بطوله في الكونفدراليه فالهيبه ديت بدات تقع شويه الهيبه دي بدات يعني تنحدر بشكل كبير جدا كابتن عمرو اللي انت بتقوله ده بيتفق مع النقطه اللي احنا بنتكلم فيها في انه بدايه معين الشعباني مع المصري كانت بدايه مش هقول لك مميزه ولا ممتازه بس كانت بدايه جيده في الدوري بشكل عام كانت بدايه جيده وفجاه حصل دروب بص هو بدايه مميزه على حسب الامكانيات اللي موجوده لان خلي بالك برضو لو رجعنا اتكلمنا في النقطه دي لان دي نقطه جوهريه انت النهارده كاداره من بدايه الموسم يعني ما وفرتش للراجل ده الاسكواد اللي تقدر تحاسبه عليه في نهايه الموسم وكمان غير كده ان انت النهارده شلت افضل 2 أو 3 لعيبه في الفرقه من السنه اللي فاتت يعني فرقه السنه اللي فاتت كانت واقفه على عمر كمال واحمد رفعت من اللعيبه المميزه جدا اللي موجوده ومدعمتش. انت النهارده شلت الناس دي رحت بعتها باقل الاثمان والنهارده تعاقدت مع مين وبارقام ايه بس بالرغم من المعطيات اللي انت بتقولها كابتن عمرو انت متفق مع رحيل معين الشعباني انا متفق لان خلاص يعني لا انت هو جاب عنده حاجه عمر. خلاص انت بتقول جاب عنده في انت بتقول هل دي اخر فرصه حتى لو كسب انا الله اعلم انا يعني ده برضه حاجه صعبه على المدير الفني ان انا بقى حاسس ان اخر ماتش ليا كسبت خسرت يعني انا بتكلم على لعيب انا بتكلم على المعطيات يا ابو العلا المعطيات بالنسبه لي يعني 6 مباريات فيها اخفاقات كبيره جدا فطبيعي ان الاداره لازم تفكر في ان يبقى فيه تغيير يبقى فيه لازم مع النهارده انت كاداره مش هتفضل واقف على ان مدرب هيخسر معاك اكتر من 6-7 مباريات ومش هتقدر تتكلم لا فالوقفه دي كان يعني انا شايفها من وجهه نظري من المباراه اللي فاتت لا يعني اتجاه صحيح في ان خلاص هو مش موفق مع الفرقه يبقى فيه تغيير مدير فني ممكن يجي بشكل تاني اعتقد ان هو ده الاصلح بالنسبه للنادي المصري واتمنى له التوفيق النهارده نتمنى ان النادي المصري النهارده يعني نشوف مباراه مميزه ويبقى فيه دوافع بالنسبه للعيبه تقدر تطلعهم من المراكز اللي هي اللي احنا بنشوفها ولا ده ولا الوضع بتاع النادي المصري مش هو ده الشكل ولا الاداء بالنسبه للعيبه بس لو في معطيات معلش يا ابراهيم انا اسف اتفضل لو حتى حتميه التغيير لو جبت حتى مدير فني تاني مع نفس المعطيات فهتبقى النتيجه ايه بس مش عايز بقى